دور الفيتامينات في تعزيز صحة الطفل تحدثنا عنها عبر الهاتف من جد الدكتورة إيمان الأيوبي رئيسة قسم التغذية في جمعية تعزيز الصحة. دكتورة مساء الخير، أهلا وسهلا بك معنا. هذه الدراسة تناقض ما يقول كثير من الناس أن الغذاء الصحي المنوع الذي يحتوي على كل العناصر الغذائية يغني الأطفال عن أخذ الفيتامينات. هل معنى ذلك دكتورة أن من يطعم أطفالهم أغذية ليست بالصحية لإرضاء ذوق الطفل يمكن تعويض النقص بالفيتامينات؟ مساء الخير اولا، وشاكره لكم لاستضافتي في هذا الموضوع المهم عند الاطفال اللي هم دون الخامسه من العمر. وطبعا طبيعي انه الاطفال في السن هذا من 6 شهور لخمس سنوات وايضا اكبر كمان نجد انهم ما بيتنوعوا في الغذاء، قليل جدا تنويعهم في الغذاء، وصعب جدا يعني اعطائهم غذاء يحتوي على الفيتامينات. والفيتامينات تعتبر مهمة جدا لتقوية جهاز المناعة وتقوية أجسامهم عشان لا يصابوا بأي مرض بإذن الله. طبعا الأطفال هنا في مرحلة النمو خاصة اللي ما يأكلوا هذا الأكل المتنوع ما بيحصلوا على ما يكفيهم من الفيتامينات زي دال وسي، يعني كمان من الصعب أنه يحصلوا على يعني الفيتامين دال من الغذاء، واحنا عارفين انه الفيتامين دال يعني بياخذوه عن طريق اشعه الشمس لما تتحد مع الكالسيوم، وبالتالي عشان تقوى عظامهم اثناء فتره النمو، لذلك نجد طيب. انه وزاره الصحه طبعا تفضلي. عذرا دكتوره، احاول استغل الوقت مع حضرتك. كيف نعلم ان جسم الطفل بحاجه او ليس بحاجه الى فيتامينات؟ وان كان الطفل فرضا كان لديه كفايه من فيتامين معين واضاف الوالدان هذا الفيتامين اليه كمكمل غذائي، هل هناك تاثيرات جانبيه سلبيه على صحه الطفل؟ نعم طبيعي، هناك اذا الطفل يعني يمرض بكثره معناه انه عنده نقص في الفيتامينات. بالنسبه لفيتامين د بالذات اذا كان عنده مشاكل في العظام، كلين عظام او مثلا ضعف في العضل من اقل مثلا طيحه او خبطه ممكن يتاذى لانه ممكن العظام عنده جدا لينه ما فيها فيتامين د لتقويه العظام مع الكالسيوم. كذلك فيتامين سي طبعا هو من الفيتامينات اللي هي بتاثر طبعا ايضا على جهاز المناعه، بتقوي جهاز المناعه، كمان قلتها بتخلي الطفل دائما بيصاب بنزلات البرد، وكذلك التدمي اللثه اللي هو مرض اسمه اسقربوط. فهذا اذا نجد ان الطفل على طول اللثه من الفرشه الاسنان نجد فيها نزيف قليل من النزف، ايوه نعرف انه هو عنده نقص فيتامين سي. طيب طبعا تفضلي. اعذريني دكتورة، بدون مراجعة طبيب يمكن للوالدين عندما يجدون هذه الأعراض اللي ذكرتيها حضرتك، يمرض بكثرة، مشاكل في اللثة، مشاكل في العظام والعضلات، مناعته ضعيفة، بأنفسهم يمكنهم اللجوء إلى الصيدلية وشراء فيتامين A وC وD، أم الأفضل أن يذهبوا إلى طبيب مختص لأخذ التفاصيل مثلا و الكمية المناسبة؟ شوفي، في هنا ملحوظة انه الاطفال اللي عمرهم من 6 شهور بما انهم يتناولوا فقط الحليب، لان الحليب ليس بغني يعني فقير جدا بفيتامين د وفيتامين سي، لذلك يعني وزارة الصحة توصي بان جميع الاطفال من عمر 6 شهور الى 5 سنوات تاخذ على شكل مكملات غذائية على شكل قطرات فيتامين تحتوي على فيتامين ألف وجيم ودال اللي هو فيتامين سي جيم. كمان طبعا القطرات هذه طبعا لازم يكون في طبيب يعني هو الذي يعني يوصف هذا العقار. نعم. انه طبعا يعتبر بدون وصفه شراء بدون وصفه صحيه في الصيدليات او اي يعني يكون صعب قليل، يعني لانه حسب وزن الطفل حسب حالته لازم يكون في طبيب مراجع لهذا، ولكن لابد ان يعرفوا هذه المعلومه انه لابد ان كل طفل ياخذ هذه المكملات الغذائيه. طيب وكثرتها طبعا بتكون فيها ضرر، يعني نحن طبعا لانها الف ودال وما وكاف وواو، هذه من الفيتامينات الذوابه في الدهون ليس الماء كفيتامين با
الفيتامينات الأخرى اللي هي تذوب في الماء وسريعة التخلص منها في الجسم. فلذلك لابد أن مراجعة الطبيب أفضل نعم في موضوع أخذ هذه الفيتامين. دكتورة، نستغل وجود حضرتك معنا، ماذا عن الفئة العمرية فوق 5 سنوات؟ هل هم أيضا بحاجة إلى هذه الفيتامينات أم لا؟ حسب نمو الطفل، وحسب طبعا هو كيفية تناول لهذه الأغذية. إذا كان هو ما عنده شهية وما عنده أكل متنوع ووزنه قليل ودائما يمرض، لذلك نجد أنه لابد أنه في هذه الحالة التدخل المكملات الغذائية اللي هي الفيتامين من قطرات أو أنواع مختلفة التي تضاف للعصير أو الحليب وتيفر المواضيع هذه، عشان يقدر الطفل أنه يتناولها أو يبلعها. فلازم يكون في مراقبة للطفل فوق 6 سنوات، وهي الفئة العمرية اللي بيدخل فيها المدرسة، وبالتالي يكون هنا الطفل معرض للإصابات العدوات من الأطفال الآخرين، أو يعني خلاص يطلع عن دائرة المنزل ويصبح طبعا معرض لأي تلوث أو مرض عدوى. شكرا، أهلا وسهلا، شكرا جزيلا لك دكتورة على كل هذه المعلومات. حدثنا من جدة الدكتورة إيمان الأيوبي، رئيسة قسم التغذية في جمعية تعزيز الصحة.